نعود إلى العاصمة مشاهدينا الكرام مع الزميلة هاجر زليلف المتواجدة بثانوية الإدريسي بالجزائر الوسطى. أهلا بك مرة ثانية هاجر. إذن مشاهدينا الكرام لازلنا متواصلون معكم من خلال تغطيتنا المباشرة والآنية لمختلف التطورات الحاصلة في الجزائر، وأهمها اليوم هو الحدث التربوي وامتحان شهادة البكالوريا. إذن تغطيتنا المباشرة متواصلة، وتلتحق بنا أيضا الآن الزميلة هاجر زليلف من ثانوية الإدريسي بالجزائر الوسطى. مرحبا بك مرة ثانية هاجر. طارق مرة ثانية، نحن الآن متواجدون في قلب ثانوية الإدريسي بالعاصمة، حيث نرصد لكم آخر اللحظات الأخيرة قبل انطلاق أول امتحان من شهادة بكالوريا دورة جوان 2019. الآن يتواجد معي رئيس مركز حتى نتحدث أكثر عن الإجراءات الاحترازية لضمان مصداقية وتأمين امتحانات شهادة البكالوريا. رفقة طالب أيضا وتلميذ مترشح لهذا الامتحان، نسأله عن تحضيراته وكيف هي نفسيته في اللحظات الأخيرة. نبدأ على يسار الأستاذ كمال تازروت رئيس المركز، اهلا بك استاذ. اهلا مدام، شكرا. استاذ ممكن تقول اهم التحضيرات الاخيره التي كنتم حضرتموها للاستعداد لهذا الامتحان؟ ايكوتي بسم الله الرحمن الرحيم، على كل حال احنا التحضيرات محضرين ماشي من اليوم، بالعام اللي فات نفس التحضيرات، ولكن دائما يكون حاجه جديده يعني بالنسبه لهذا، يعني سي بور باغي اتيت ايفونتواليتي باش نحيو كاع المشاكل، نحيو كاع التسرب اكسيتيرا. الاجراءات راهي على كل حال بالنسبه للتلاميذ راهي واضحه، مكتوب في الاستدعاء تاعهم، وحنا كان دي زونفون يجيبوا لي بورتابل سي نورمال، لازم نحيو لهم لي بورتابل، وعندنا كاع تو لي مويان بور يعني باش نحيو قاعد هذا الشكل هذا. عندكم غرفة خاصة تحفظوا بها في ادوات؟ معليش ولا راكي تشوفي، دونك حنايا دركا لو زافون اون بارتي سي بور الاساتذة الحراس، والجهة الأخرى للتلاميذ، دونك يباسوا ديتيكتور دو بيتو، نحيو لهم الآخر لو تيليفون، نعطيو لهم ليتيكات ولا الآخر التليفون، نديروه داخل الأظرفة داخل الأنفلوب، نديروه هنا دون ان كارتون، ومن بعد أون فالي سيكيوريزي عندي هنايا في خدمتكم. تمنح لهم عند نهاية أول امتحان ولا إلى غاية الفترة المسائية؟ شوفوا هنا بالنسبة للتلاميذ إلى غاية الفترة المسائية، باسكو أون بو با فيغ دو فاكاسيون، مي بالنسبة للأساتذة الحراس في يعني دون دي كونديسيون كونت فريمون سي نيسيسار، سينو كاع العشية كونت سي نيسيسار، كونت بازون كيلكان إلا أن بروبليم ولا حاجة. يعني واش نحولوا لو باج، نعاود من بعد بلو باج هذاك نعاود نريكيبيرو التليفون تاعو. بالنسبه لاجهزه التشويش؟ الوغ عندنا هنا دي زاجون ايزون ايتي فورمي باغ بالامن، داروا الاخر داروا يوم تاع تاع التجربه، هذه من العام اللي فات داروها، دونك هذا هذا الديتيكتور دو ميتو يديتيكت تو، باسكو حسبنا ميم ماشي غير التليفون، ميم سوايع فيهم في سي دي تيليفون. هاد السنة ما كان والو، هاد الساعة وإن شاء الله ما يكون والو، دونك أون أبخي توت لي ميزيور سيكيوريتير بور يعني باش يكون السير الحسن للامتحان. بالنسبة للمواضيع متى نقلت إلى هذا المركز؟ باردون؟ المواضيع يعني وقتاش جبتوها لهذا المركز؟ ألوغ المواضيع حنا وين زافون سي ديسكسيون على 5 تاع الصباح نكونوا في ليسي حامية مع مدير التربية. يعني على سبيل المثال نشكروه يعني باسكو فريمون إلا فان ترافاي اكسبسيونيل ما شاء الله، دونك حنا اون ايتي نجيبوا الاخر لي سوجي، اوني سيكيوريزي، دونك نو زافون لا بوليس مع الامن اللي تبعونا حتى لهنايا، ومن بعد ندخلوهم الاخر، دونك نو زافون بلاسي اون كاميرا اللي تكون اون فاس الاخر داخل مكتب رئيس المركز، تكون اون فاس الاخر لارمون ميتاليك باش هكذاك تشوف لي بلي دخلت الاظرفه وخرجتها. هنا يعني في هذا المركز متواجده هذه الكاميرا؟ بيان سور هو متواجد داخل مكتب رئيس المركز. يعني في كل مركز توجد هذه الكاميرا في سي نورمال مدام، لازم وهنايا دوك الكاميرا عندها اتصال مع مديريه التربيه ام ماذا؟ شوفي هنايا دو تيفاس، هنايا توت اي تونجيستري، من بعد غدوه ان شاء الله يقول لك جبنا الاخر نبعثوا له واش كاين، من بعد يفون فوار. بالنسبه للمواضيع تفتح على الساعه 8:30، هل هناك ربما جوستومون قبل ما نقول هكذا، حنايا اون فيرمي لو بورتاي على 8، ولكن الوزير التربيه الوطنيه الوزاره كاع عطاو يعني تعليمات باش نخليو نص ساعه للمترشحين، اون ليزابيل دي روتارداتير، ولكن كي يدخلوا بعد 8 لازم يجوزوا على المكتب هنايا، وجميع ان اجون على لور ديسبوزيسيون باش في الاخر في 6 جي يكتب لو نون لو برينون نيمو دانسكريبسيون اي سورتو ا كالور اي رونتري شحال دخل. Et à 8h30, alors là, je ferme le portail. Quand je dis je ferme le portail, aucune personne ne peut rentrer. Mmh. Ouais,
يتعبوا متاخرين، هذا نورمال. شكرا استاذ على هذه التوضيحات. اذا نترك يعني تكمل مهامك حتى تضمن سير الحسن لهذه الامتحانات. ننتقل على يميني كمال ولا جميل. جميل صديق كمال، جميل ممكن تقول لنا كيف هي تحضيراتك لاول امتحان بالنسبه للغه العربيه وهي ماده اساسيه حتى بالنسبه لشعبه لغات اجنبيه؟ تفضل. اكيد اللغه العربيه لغه اساسيه في شعبتنا، شعبه الاداب. فانا مثلي باغ اكزومبل ما انسيوني زعما دي ريفيزيون تو سا هذيك ريفيزيت، وكيما نقول بلوزيغ زيلاف ديجا اللي كانوا يجوزوا باقي على ربي. تو العبد لازم يسبب اكيد يعني كومم يقرا يحاول هذيك، مي الباقي يتوكل على ربي، وكيتوكل اصلا على ربي يولي من بعدك مطمئن، راك شايف يرتاح نفسيا. دونك جوكو فريمون مليحة يتوكل على ربي. تحضيراتك لهذه المادة يعني كيفاش كانت؟ بالدروس خصوصية، اعتمادك على نفسك، يعني مراجعتك مع أصدقائك، كيفاش كانت؟ مع الاول درت لي كور تو سا هذيك، ومن بعدك موراها مع الاخير يكذب عليك. ما لي كور هذيك العبد الانسان والتلميذ يكون تنمو يعني مستريسي تو سا هذيك، كو ما يولي لي كور ما شايفه ما يولي ما يحبش فريمون يروح، ميم سي على بالو بلي هذه ماده يعني اساسيه، هذه يولي يحب يقرا وحده. هذا واش درت؟ كملت الباقي قريته هذه، وكاين دوكا اللغه العربيه ولا تنمو لغه مهمه في الشعبه ديالنا، كو كاين مواد كاينه فاس يتحفظوا ما يتفهموش، الفهم مليحه من جهه تاع لي كور هذيك. ومن بعد اون فوا تكمل مليحه تحفظ وحدك كيما التقاويم النقديه، كو سوا مخصصه بالمقاله ومخصصه بالشعر. دونك جوكو فوالا هذه هما. أكيد تخرج إشاعات وتوقعات في الدقائق الأخيرة عن المواضيع التي ستطرح في الامتحان، هل تأخذ هذه التوقعات بالاعتبار ولماذا؟ لا وعلاش؟ باسكو ديجا كيما أنا نشوفوا كاع يعني الأساتذة ولا المرشحين للبكالوريا هادو كاع ما تقدرش الصراحة بس هكذا اللي وهذا كاع جوستومون اللي صالح كاع التلاميذ اليوم لهنا. ربما تشوش عليكم أكثر من أنها تخدم. انا بيرسونالمون سمعت بهاد الهضره وما امنتش، باسكو اصلا ما ممكن جاو كاينين يكذب عليك الانسان. ما عطيتش اهميه بهاد الهضره، باسكو اللاعب تاع الصحيح كيما قلت لك نعاود كلامي يتوكل على ربي يقرا، وهذه هي ان شاء الله. نتمنوا لك التوفيق ليك ولباقي الزملاء. يدخل معي ايضا مترشح اخر كمان اذا امكن. تفضل كمال، انت ايضا شعبه لغات اجنبيه. لغات اجنبيه اول ماده هي ماده اللغه العربيه معامل اربعه. خمسه معامل خمسه ماده اساسيه يعني حضرت لها هي وحتى العلوم الاسلاميه في الفتره المسائيه. كيف كان تحضيرك لهاتين المادتين؟ تاع العربيه ريفيزيت خليت لهم سمانه هكذا هي، واسلاميه بون كنت حافظ مقبل، ما لازم اسلاميه حفاظه لازم نكونوا مقبل نوجدوا لها. عربيه كيف نورمالمون قال لك حيكون ساهل هذا العام، قال البلاد ماهيش مليحه وقايت تما قال لك حيسهلوا. نتمنى لك التوفيق ليك ولباقي الزملاء في باقي الامتحانات، حتى نعطي الفرصه لزملائنا في الولايات الاخرى ايضا. نعود اليك طارق، اليك الكلمه. شكرا جزيلا لك هاجر زديلف على هذا التدخل، ونتمنى التوفيق لكل المترشحين لشهاده